تحياتي لحضراتكم من جديد. لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لذلك دعونا نتناقش عبر سكايب مع المحلل السياسي السيد كايد عمر، يحدثنا من لندن. سيد كايد، تحياتي لك في البداية، ودعني يعني أبدأ معك بالخبر الأبرز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. المجمع الانتخابي يقول بتقدم جو بايدن ب 238 مقعد، وكذلك أيضا دونالد ترامب حصد 213. السؤال هو، المستفيدون من فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية؟ يعني مساء الخير لكم جميعا، وبالتأكيد يعني سيكون تغيير كبير في السياسة الأمريكية إذا ما يعني استمر تقدم جو بايدن في الانتخابات، وإذا تم فوزه في ولاية بنسلفانيا، والمرجح بأنها ستكون الولاية الحاسمة التي ستحسم نتيجة هذه الانتخابات، والتي لن تصدر النتيجة بها لعدة أيام بسبب يعني تأخر وصول وفرز الأصوات القادمة من الانتخابات من خلال البريد، والمصوتون الغائبين والذين صوتوا من خلال وسائل مختلفة. طبعا سياسة ترامب الحالية هي يعني سياسة لها من يستفيد منها ولها من لن يستفيد من استمرار ترامب في هذه الرئاسة. وطبعا أوروبا بالتحديد يعني ستتغير السياسة الاقتصادية من خلال سياسة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بالنسبة لبريطانيا هناك علاقات متميزة ما بين الرئيس الحالي دونالد ترامب وبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، وقد امتدحه في الماضي وساعده وشجعه في الانتخابات. طيب سيد كايد، ربما أتحدث عن بريطانيا لاحقا معك، ولكن دعنا نتحدث بالترتيب. يعني تعلم جيدا أن كان هناك صراع بشكل كبير ما بين الرئيس دونالد ترامب الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية، وما بين روسيا وأيضا الصين بشكل كبير، وكوريا الشمالية، وكذلك أيضا إيران. إذا تحدثنا وبدأنا بالعلاقات الروسية الأمريكية في حال إذا فاز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية القادمة، بالتأكيد سيكون هناك تغيير في السياسة العالمية، بحيث أن جو بايدن كان نائب للرئيس أوباما سابقا ولديه علاقات متميزة على صعيد العالم، وهو ليس بجديد بالنسبة لرؤساء العالم، ولديه علاقات طيبة مع يعني رؤساء كثيرين في العالم. وإذا أتينا وبالأخص في الشرق الأوسط، علاقة الرئيس ترامب بالرئيس الفلسطيني معدومة، وطبعا جو بايدن تحدث مثلا بأنه سيعيد فتح السفارة الفلسطينية في واشنطن، وسيعيد تمويل والدعم المالي للسلطة الفلسطينية مثلا. وطبعا نعلم تماما بأن ترامب جاء بصفقة القرن و يعني تصفية القضية الفلسطينية، وإذا استمر ترامب في الحكم سيكون ذلك مخيبا للآمال وسيزيد من القضية الفلسطينية تعقيدا مثلا. يعني العلاقة ما بين الصين وترامب هي علاقة متوترة، وهناك مشاكل كثيرة يعني اقتصادية وغير اقتصادية تتعلق بالجيل الخامس من الانترنت، وتتعلق بالتجارة، وتتعلق بمشكلة انتشار فيروس الكورونا. من المرجح أن بعد يعني ما تنتهي الأزمة سيكون هناك مطالبات بالتعويض، وسيكون هناك أزمة حقيقية مستمرة. طبعا ستتغير السياسة في العالم إذا ما يعني نجح في هذه الانتخابات جو بايدن، ولكن من المبكر الحديث عن من سينجح في هذه الانتخابات، لأنه يوجد الآن ملايين من الأصوات لم تحصى بعد،
وطبعا الطرفين تحدثت لديهم معك في بدء حظوظ الأمر سيد متساوية. كايد بناء على يعني إحصاءات المجمع الانتخابي بتقدم جو بايدن، وبناء عليه سألتك بشكل كبير عن انعكاس هذه العلاقات، وهذا هو الهدف الأساسي من هذا التساؤل. تحدثنا عن روسيا، دعنا نتحدث عن الصين والولايات المتحدة الأمريكية، إذا بالفعل يعني فاز جو بايدن بالانتخابات القادمة. يعني إذا فاز جو بايدن بالانتخابات القادمة، نتوقع أن يخف التوتر مع الصين، وأن تبدأ هناك مفاوضات بالنسبة للعلاقات التجارية وبالنسبة لأزمة الكورونا. وطبعا اتهام الولايات المتحدة للصين بأنها يعني من تسبب في هذه الجائحة العالمية. وطبعا من المرجح أن يحدث هناك تحسن في العلاقات ما بين الصين والولايات المتحدة، لأن جو بايدن هو أكثر دبلوماسية في التعامل، وطبعا هناك من الممكن أن يكون حوار، وأيضا يعني في قضايا أخرى يعني غير الاقتصاد والعلاقات الدولية ودور الصين في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن وفي قضايا دولية محورية كثيرة. أيضا بالنسبة لهذا الأمر، هل سينعكس يعني هذا أو هذه الدبلوماسية بشكل كبير على ملف أمريكا مع كوريا الشمالية وكذلك إيران؟ من الممكن جدا، يعني نعلم تماما بأن يعني إدارة الرئيس أوباما والذي جو بايدن كان نائبه هي من يعني تفاوضت مع إيران وتوصلت إلى اتفاق النووي مع إيران، وهي ايضا يعني لديها باع من الدبلوماسيه في قضيه المفاعل النووي الايراني والعلاقات الايرانيه الامريكيه. وطبعا هي ايران استفادت جدا، وهي طبعا انا اعتقد ان الولايات المتحده يعني تحب ايران بشكل كبير جدا، وهي طبعا ايران هي السبب في انتعاش الاقتصاد الامريكي، لان امريكا تبيع الاسلحه لدول الخليج والعربية، يعني من ذلك البعبع الإيراني، بأن إذا لم تشتروا أسلحة من الولايات المتحدة وتدفعوا المال للأمريكا، سيكون هناك إيران تهددكم وتكون هناك خطر إيراني. وأنا أعرف تماما يعني في الظاهر أن العلاقة ما بين إيران والولايات المتحدة هي علاقة متوترة، ولكن في الحقيقة أن إيران والولايات المتحدة هما يعني يستفيدون من هذا الصراع في الشرق الأوسط. سؤالي القادم وطبعا لك سيكون سيد كايد عن طبيعة العلاقات الأمريكية البريطانية، بما أن حضرتك بتكلمنا يعني من العاصمة الإنجليزية لندن، خاصة إذا فاز يعني جو بايدن بهذه الانتخابات.